سيجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها، ويجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يغتسل مع أمنا عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، فحق الاستمتاع حق للزوجين ويثاب عليه الزوجان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. رواه مسلم في الصحيح.